أن تحت شعار المصالحة الوطنية مسارات ورؤى، أقيمت بقاعة الاجتماعات بمكتب الثقافة ببلدية الزهراء ورشة عمل نظمها مكتب دعم السياسات العامة بالمجلس الرئاسي. وحضر فعاليات الورشة عمداء وأعضاء مجلس بلديات منطقة الإجفارة ورئيس وأعضاء مجلس مشائخ وحكماء ورشفانة، كما أقيمت عدد من الفعاليات الشبابية والنسائية. استقبلت اليوم بلدية الزهرة ورشة عمل وذلك للمصالح الوطنية، حيث قام السيد مدير مكتب دعم السياسات بالمجلس الرئاسي بإلقاء ندوة حوارية فيما يخص المصالح الاجتماعية داخل المناطق والمدن الليبية. نحن بهذا اليوم نقول للجميع أننا نحن منطقة ورشفانة وسهل الشفارة بصفة عامة، إنما هي مع الدولة الليبية، هي مع المصالح، إذا ممدودة للجميع. واشتمل برنامج الورشة على إلقاء عدد من المحاضرات في محاور الورشة التي ركزت على أن المصالحة مشروع وطني شامل والاستفادة من تجارب المصالحة في الدول الأخرى. هذا وتضمن برنامج الورشة عرضاً ضوئياً للتعريف بتجارب الدول التي وقعت فيها حروب أهلية وتمت فيها مصالحات اجتماعية. احنا محتاجين لمثل هذه الورش وإقامتها في مختلف المناطق. نتمنى أن تكون في توصيات هذه الورشة أول شيء جبر الضرر، مشاركة أبناء المنطقة ولو بمثلا 3 أو 4 أشخاص مشاركتهم في المصالحة أو هيئة المصالحة الوطنية العليا، أيضا كذلك مشاركة السياسة كونها مشاركة المنطقة كونها تمتلك كتلة كثافة سكانية عالية، مشاركتها في الانتخابات القادمة ومشاركتها أصلا حتى في وضع السياسات، وبدل ما هي تقعد مثلا أو تبقى في آخر عربة في القطار، نتمنى أن احنا نكون في أول عربة في القطار سواء في المصالحة الوطنية الاجتماعية أو المصالحة الوطنية السياسية. وفي ختام الورشة تم الخروج ببعض التوصيات، منها ضرورة جبر الضرر للمناطق التي وقعت فيها الحروب، وكذلك ضرورة المصالحة بين المناطق والعمل على القيام بمصالحة تشمل كافة المناطق الليبية.